اهلا اهلا حبيبي السلام عليكم. على سلامتكم الوالده، على سلامتكم. السلام تحفصه مسكينه، وعلى سلامتك. والله العظيم اودي اللهم لك الحمد يا ربي اللي خرجت الامور على خير، وهي غادي تشرح لكم داك الشيء اللي كاين. مالك حفصه شويه لاباس مدام؟ الحمد لله خير، جيت دابا ندخل عند ماني للدار. شوفي ولد ولا بنت؟ شنو هو هذا التصاور؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ بنيه ولا ولد؟ بنيه توام 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 قال لك بنيه ولي بحال والو كلشي ممكن. شي براس يكون بحال هذا، براس هذا. نتمنى لكم وانصوركم على فيديو اللي رائع من الدار ان شاء الله يا ربي. صرا لي صحاب ان شاء الله. مفاجاه جميله، ربما تكون مفاجاه لكم انتم لكم معاه. اش كتقول انا ما في راسي ما يعاودها. دابا هذو ولاو كيدوخوا علينا، ما تيقولوا لنا ما والو. صوني 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 وبيك. يكون الخير ان شاء الله يا ودي، ما يكون غير الخير. اش نحفصه قولي لي عفاك، انا قطعت التصوير. لا والو. قطعت التصوير قولي لي. عفاك كاملين واقفين. والله زعما وليتو كديروا معنا القوالب، اقسم بالله والله ما في راسي انا المتتبعين شي حاجه ورا في راسي. عمطرة حلي. قولي لي انا بغيتي نعرف. عفاك نقول لك. ولا زعما ما بغيتيش تقول لنا. يلا بداو الصغاري بداو الصلاه على النبي، اجيو فينكم؟ فينكم ها هي وين الفوق ولا التحت؟ اجي الوسطي، اجي اجي تبعوني 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 تبعوني. بسم الله ولا لا؟ بسم الله. غير شويه تعطروا لي ها شويه ها تروج ما شفناهاش. عليك باش الله يرضي عليك، الله يخليك. شنو بغيتي انت بعدا؟ انا بغيت بنيته صراحه. واش تناسب معايا؟ والله هي ويلي هذيك ما فيهاش كاع غرام ديال الزاحه. خاتمة حنا موجدين اخويا. اشوف يا اخو والله ما قالوا لي امسى كرهبها، والله الا مسمع انا كرهبها. هاي 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 لحظه. على رسول الله الى جا الى جا سيدنا محمد والله معاه. انا خويا احساس كيقولي شي بنيه. انا تيقولي ولد. والله ملي شفت حصه فرحان انا نفسي شويه مقلق. بنيه حس باغي هو الولد، ولكن يا ربي هذا شنو؟ اسال فيه يقولوا لنا يا ياسين عرفتي ما بغاش يقلي. شوف انت غادي تقادو بعدا، راه بغا يعرف قبل، بغا يعرف قبل هذا. دابا خلينا نشوفو ما غنعرفوش. يا صعيب واش تعرف؟ انا عرفت. غنشوف غنشوف غنشوف. انا ربي احفظ انا ولا حيد لي يديها، حيد لي يديها، حيد لي يديها، حيد لي يديها. والله ما قالت لي بالله، والله ما قالت لي بالله، والله انا بعدا ما في راسي. هذا باينه تشبه على حفصه. هذا تبدا كاين تبدا تشبه خضره. الصبر شويه تقول له راه ياسين، راه ياسين مازال ما شافش هو. شفتي شفتي بعدا هادشي اللي هنا ياسين غيخرج بحال ريان. قالت لي الطبيبه، قالت لي حاله، قالت لي واحد الدار راه غيخرج بحال ريان. بحال هكا يعني تيبان بحال ريان. هذا شي وليد هذا حركي، قالت لي بصح حركي ماشي حركيه. حركي هذا ماشي وين؟ لا لا ماشي وين؟ ماشي وين؟ راه وجه الله هذا. راه سيدي تقول مرات مرات سيدي واصاحبي والله انا مرات شي سيدي ولا شي سيدي يا محسن اصاحبي ربو عارف انتيا. اقسم بالله ما في راسي ومشيت معاهم وكل شيء. اش قال لي انا؟ قال لي غير مريضه وصافي. يا خويا هذا فين شي خدمات؟ اقسم بالله والله الا مريضه بلا شي.
بغينا غير نعرفوا راه الا بغينا زعما نفرحوا الناس. واش الصباح ديال اللي فتح لك حدا وانا نخدم على التليفون. صافي صافي غير بغيت تنسبي انت احسن من اللي حسين ربي. انا زيد والله انا كثير واش غندير؟ انا بعدا والله ما انت شوف شوف شنو بنيت ولا بنيه؟ توام 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 صافي جايين توام يلا يلا حاجي يلا حسن صلوا على النبي صلوا على النبي سلام على رسول الله لا إله إلا سيدنا محمد اللهم عجل علي وتقلد عليكم وما قولوا لنا ذلك صافي يا صراحة ها هو دار شغلك والقبض يا الله الحسن فرينا 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 راه مازال ما تهدينا فرينا مازال ما تهدينا واعره فرينا راه مازال دابا المشكل حنا قلنا المتتبعين شنو كاين وفي راسهم المتتبعين كلشي باش نزيدو نطلعو عليهم دابا فطرة بدا المرا شنو ياسين مازال ما فطرش مازال عاود ما فطرش انا تعلم اللهم تقول حنا من ربي حزت شي ما انا انا ديت شي مرض بالله ولي شي كاين انا غادي نعذر كنده يلا قالك ما تخرج درنا لا طريق شو ما ماشي خدمة هذا والله ما تزيد والله ما تزيد والدك زي والو ما غاديش اخويا ما غاديش قال لي والله يا الترونات صافي ولا الترونات بون الوداع عيات مسكينه صافي سير الوداع سير سير انا عييت وليداتي غادي نمشيو وان شاء الله ما غيكون غير الخير وقول لهم احسن خلاص سير سير قرب تقرب اجي بلاتي اش كيدير هذا ساعتين احنا يا احسن 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 كون غير كون كانت غير فراسنا بعدا نقولوا هاني بسم الله الرحمن الرحيم مشينا نطقشوا على البلاد وزوج طيب العائلات نساء ورجال واطفال وبسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وفاس بالصدى خليه خليه يقرا رباعية الابعاد والدوبلير تخطيط القلب وتتبع مرض السكري والتغذيه بما انه كنا شاكين في حفصه ومشينا الصراحه باش ندوزوا ليها ونعرفوا يعني شنو الحاجه اللي دارها حفصه قالت لنا الطبيبه ديال غزلان بوزوكا يمكنكم تعرفوا اشنو كاين ويلي ويلي يمكنكم تعرفوا صافي وصلت لقيتها خلاص بغيت نمشي نسافر لمكان ما قالت لي احسن ما كاين واحسن ما درتي هي ان محتاج لها الراحه الصراحه في هذه الوقيته ما باغا ما خصهاش تشقى ما خصهاش تشوف بزاف عندها شي حوايج اللي صعاب الصراحه ما خصهاش ديرهم باش تكون مرتاحه اكثر واكثر قالت لي غادي تسافر احسن حاجه غادي تاخذها والصراحه بغينا نشاوركم في واحد القضيه واش تسافروا معنا واسيدي نسافر ولا ما نسافروش بينا شنو واش هو قال طلع جيلاته الفوق داكشي وحش راسو لتحت وين وين راسو الفوق واش ليه لتحت مابقاش يبان عيات تقلب عليه الدكتور تفلع علينا هذا يا سيدي تفلع علينا تفلع علينا هذا انت صاحبي غادي على نيت كمل راه مريض على راسك دابا شوف والله الا مريض صحه ما غاتيقا والله الا مريض واش دابا حنا شوف الصراحه غادي نجي نجي الطريقه اللي تبنا وغادي ان شاء الله نشارك معكم واحد الحفله اللي رائعه ودابا نتوما كما تشوفوا واش دابا حنا قلنا غير بالله غنثيقوه راسو تحتو ولا رجليه راسو الفوق راسو الفوق ورجليه بحال هكا دار هو بحال هكا انت رجليه وراسو شوف الحجام راسو شوف سبحان الله وهرجليه والله ما بغى يبان ولكن انت تهضر ليا ما بغاش يبان واش ما بغاش يبان ولا ما بغاتش تبان
فهمينا وهي تقول لك بغات تبان مره يقولوا بنت مره يقولوا دري لا والله العظيم شكينا بلي خصنا مخبيين ولكن شوف حنا حلفنا غير بالله حنا اليقين ديالنا في الله سبحانه ايوا طلق اصاحبي حنا حلفنا بالله غير بردنا غير المتتبعين شفتوا الا معكم بصح ما كنصدق بالله كنت غير حلف بالله واش مساعد يتسافر معنا واحد الصاحبي 75 قالت له متتبعين جات الطبيبه قالت ضروري خصكم تصابوا هو اذا راه هضرت معاه بغات تمشي الصراحه قهرهم شو طاجه شو معنا طاجه شو معنا طاجه تيجي لا ولكن قلنا بعدا شنو قلنا بعدا شنو يا قلنا صافي دابا جي سجاني ان شاء الله يا ربي من واحد السيمانه غيولي في راسو هذا شي انا بعدا والله ما عرفت راه ماشي خدمات والله ما خدمات والله ما بغى يبان حتى شي والله سين بلا جيت مازال ما باش ما باش سبحان الله 2023 تما مازال ما عرفتوش لدابا مازال ما عرفتوش والله ما عرفنا زعما قلنا من هاد هي قالت لها ما بغيتش نقول لك شي حاجه شاكه فيها قالت لها خصني نشوف اوتي قالت لها ايميلا قالت لها هو تيتقلب في الكرسي سبحان الله عليك حركي ترانا حنا المره الاولى ما بانناش المره الثانيه بان بان الثاني ما شاء الله السيمانه الجايه غادي يبان وحنا براسي ما بالله والله ما عارف انا راه الصراحه قلت لنا شنو كاين شي ماشي حوايج وداك الشيء كان في قصص السفر شيء عشان نشوف السفر بعد غير نضيفه لا ونبلجو بالمناسبة نيت كاين واحد المناسبة سبحان الله العظيم عند انتصار جبنا سبحان الله العظيم حساب شنو انتصار بنت الخير وكتكبر بينا مسكينة وداك الشيء انا باش جيت في الطريق صراحة تناقش انا والوالدة قالت لي ودي لا بغيتي تمشي قالت لي ديني عند انتصار قالت لي مسكينة كتكبر بينا وكتجي لعندنا وكتفرح معنا حتى هي قالت لي احسن واش مسكينة كانت انتصار ديال شي 3 ايام قالت لي انا تنقول لها ودي راه خصها مريضة راه ما غنجي ولكن ملي قالت لي الطبيبة بامكانكم تسافروا وقالت لي فعلا خصكم تسافروا باش ترتاحوا قالت لي ودي راه ستريس ربما الا كانوا مشاكل تاعهم تيأثروا وربما هاد الحوايج اللي كنا زني منهم ديال السفلي الفوقي المتتبعين بغينا نديروا الخاطر وربما حصلتكم تخسرات ربما ما خلصناش اولا هذا حتى تكون النفسيه شويه مغيره لذا نقرروا ان شاء الله يا ربي نسافروا شي سفر دبلوماسي قول الله يكرمها الطبيبه اللي قالت لي قالت لي سافري ايوا صراحه قالت لي السفر قالت لي تفادى يعني الطريق اللي فيها لوتورات قالت لي مزيانه قالت لي بقات وقفي في الطريقه هكا يعني وقات سرحيه ديك باش الدوره سميتها حفصه سميتها لوتورات واش نفرش لك الموضوع ان شاء الله ولادي كان احسن من السفر خرج جوه هاك سوت والله العظيم انا اخويا اش غادي نقول لك اش غادي كنا كنتمناو نعرفوا ولكن اش غادي نقول لك المتتبعين ما خلاونا ما نعرفوهاش فهي التريك ديال بصح دابا تعرفش شكون انا ما عرفتش شكون عيدو قلت لي واش تعرفي زعما قبل كتجي قبل صافي راه دابا ممكن تعرفوا واش ما عرفتش دابا لا دابا قلب راسو دابا شوف راه ياسين ياسين دابا لقى فيني عم مرة يقلب راسو هكا مرة يقلب هو من ما بغاكمش تعرفوه حتى هو حاليا ما بغاكمش تعرفوه لا ولكن واش يعني ضروري غتلمح لك الدكتوره ضروري تلمح لك شنو الملامح اللي لمحها ما بغيتش نقول لك شي حاجه اللي زعما شنو قالت ما تعرفش الشكايه قالت لي ما بغيتش نقول لك لا فاش لا والله الا هي اللي قالت لي قول فاش الشكا زعما انا ما كنتش عارف غادي يعاودوا لي تاكد ديك الساعه نقول لك شنو معاهم غادي والله العظيم والله ما كنكذب عليك راه انت راسك مش الله تعمل لك راه واحد شحال يقدر يعرف ام عزيز يقدر احسن يعرف والطبيبه ما تعرفش شنو يدير على حسن الله قلنا الكاميرا على حسن الله تيشي ايش داك الميكروسكوب عطيه عطيه ياسين عطيه عطيه ياسين هذوك ديال 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 دوك ديال الضو لا لا ديال الشوف ولكن باللي هذوك تيداروا بنهار حيت ديال الشمس كيحاربوا صعيب باش عاود صغير خلي مسكين واحد داك الشيء قامس ولا ديروا قضيه اللي ما عرفتوش هنا ياسر وطنجه وسولوا ماشي طبيبه عاود لا طبع واحده ياسين ايوا ناس دابا هو مسكين ستر راسه ما بغاش يبان والتفاته في زعما كبيره ديال ثلاثي الاب ياسين طلع عند الوالده نعرفوا شنو كاين نقطعوا نقطع عند الوالده لا والله انا غنقطع ونتبع عند الوالده الوالده هي الوالده هي اللي تقول لنا شنو كاين انا غادي نطلع عندها مع البيبي مسكين اللي مازال ما معروفش والله شي حاجه ديروا واحد السؤال تبقى تذكاريه صعب بس كون متتبعين هاد الحسن هذا راه غادي يدير معنا الزقزق